أفلح من صلى على محمد وآل محمد. طبعا اخوان راح تكون لجنة تقصي الهلال تجتمع يوم الخميس الساعة 10 بالليل، وان شاء الله الساعة 11 ننزلكم ايميل الساعة 11 بالليل يوم الخميس بخصوص يوم العيد وصلاة العيد حسب رؤية الهلال. جزء ها؟ لا ما يصير بعد الشيخ يمك، يعني ولادة الهلال شفناها ذاك اليوم عبد الحسين رواناها انه راح تكون يوم الخميس يوم الاربعاء الساعة 9 الصبح بتوقيت هاملتون، 9:35 دقيقة بتوقيت هاملتون. يعني بس يعني تشوف اكو وقت كلش كبير انه احتمال يكون يوم الجمعة، بس المشكلة شنو؟ انه رؤيته راح تكون صفر يوم الخميس، يعني راح يغيب القمر راح يغيب قبل غياب الشمس، فما يعني مستحيل راح تكون رؤيته بالنسبة لهاملتون. باقي المناطق الله أعلم يعني.